أكبر متجر حلويات زرته على الإطلاق. يا لها من مصاصة كبيرة، لكن للأسف إنها باهظة الثمن. كنت سأشتريها لو كان لدي هذا القدر من المال. نعم نعم، قلت له لا ترتدي اللون الأزرق. البائعة لا تستطيع رؤيتنا؟ يمكننا إلعاق المصاصة. أي، ماذا يحدث؟ يبدو أننا في التحدي. الطعام الوردي مقابل الطعام الأسود. أي، من كان هناك؟ أوه، من سيبدأ أولاً؟ هل يمكنني أن أكون الأولى؟ واو، أنا محظوظة جداً. أتساءل ما هذا؟ يبدو أنه أحمر الشفاه ورائحته لذيذة أيضاً. انظري. إذن ما رأيك؟ هل يليق بي؟ ليس كثيراً. واو، إنه صالح للأكل. هذا لذيذ. أوه، هناك رشات أيضاً. أريد تجربته مع الرشات. خطرت لي فكرة رائعة. انظروا. الآن شفتي لامعة وضخمة للغاية عندما غمستها في هذه الرشات الحلوة. الآن دورك يا مونيكا. أوه، يا لها من صدفة. حصلت على شفاه من المرميلات. تحققي منها. ما رأيك؟ مضحك للغاية. أوه، الرائحة طيبة للغاية. سأتذوق وأرى الطعم. يعجبني جدا. هذا لذيذ للغاية. أنا سعيدة وأنت؟ أنا أيضا. حصلنا على هدايا نستحقها. نعم، فقط لذيذ. هذه المرة أنا الأولى. واو، لديه ببوبة رائعة. ماذا عنك؟ لدي أعواد أبوك بالفراولة. واو، كم هم رائعون. يعجبني جدا. أريد أن أتذوقهم حالا. هذا لذيذ. أريد المزيد حالا. الآن سأكل كل شيء. أوه يا إلهي، فاجأتيني. حسناً، الآن سأجرب علكتي أيضاً. لم أجرب الهوبابوبا باللون الأسود من قبل. تبدو غامضة جداً ومختلفة. دعوني أتذوق. طعمها لا يختلف عن العلكة المعتادة. جيس، تحققي من الفقاعة. واو، إنها فقاعة ضخمة جداً. أوي. أوه يا إلهي، هذا محرج للغاية ومضحك جدا. لنرى بالقرعة من سيبدأ. ها، أنا الأولى. لنرى ماذا لدي. لدي بسكويت الأوريو المفضل. وأنت ماذا لديك؟ أوي أمي، إنها حقنة. إنها غريبة جدا. أتمنى ألا يكون هناك دواء سيء. رائحتها حلوة. كل شيء واضح. هذه حلوة سائلة لذيذة. وأنت خفتي من لا شيء. إذن دوري أنا للتذوق. لا أطيق الانتظار لتجربة هذه البسكويتات. أنا أحب أكثر شيء الحلوى الكريمية. لكن لونها ليس أسود، مما يعني لا تستطيع أكلها. حقا؟ اللعنة، نسيت أنني لا أستطيع أكل إلا الطعم الأسود. لكن هذه ليست مشكلة. الآن سأزيل الحشوة البيضاء وأكل البسكويتات. ما رأيك؟ فكرتي عبقرية. وكما ترين، لدي الطعم الأسود فقط. بالطبع، لو كانوا مع الحشوة كانوا ألذ بالتأكيد. كم أنا جائعة. أها يا إلهي. أتعلمي ماذا؟ أعطني هذا الوعاء. إذا وضعت فيه الحلوى السائلة الوردية سيتحول إلى اللون الوردي، مما يعني أنني أستطيع أكله.
نعم، خطتي عبقرية. هذا رائع. لو فقط كان لدي طلاء أسود. لماذا لدينا طبق واحد فقط؟ هذا لي بالتأكيد. لا، إنه لي. أحلمي، إنه مشترك لكلينا. توقفي، هيا نفتح على العدة ثلاثة. هيا. واو، إنها المرميلاد وسوداء أيضا. ماذا؟ في الواقع إنها وردية أيضا. مهلا، أنا لا أرى أي شيء. علي أكلها بسرعة. هاي، لقد أخذت توتات باللون الأسود، أعطني حالا. حسنا، لقد أمسكت بي. دعينا نفصلهم حسب اللون الآن، ما رأيك؟ الأسود لك والوردي لي. هذه فكرة جيدة. ممتاز، لنجرب. لذيذ. نعم، طيب جدا. أتعلمي ماذا خطرت لي فكرة لنتسابق ولنرى من الأسرع؟ هل هو أنا؟ فازت الصداقة. توقفي، هل يمكنني أن أبدأ أولا؟ شكرا لك، لنرى ماذا لدي. واو، نودلز مرميلادية، لم أجرب مثلها من قبل. حتى رائحتها طيبة للغاية. كم هذا مشوق. طعم غير عادي. هذا فعلا ممتع، يعجبني. يا إلهي، كم أنت محبة للحلوى. إذن لنرى على ماذا حصلت أنا. أوهو، إنها كولا سوداء. هذا رائع، لا أطيق الانتظار لتجريبها. طار الغطاء و... لماذا لا تنسكب هذه الكولا؟ هاي، لقد فهمت، إنها جيلي. هيا هيا، أخيراً عصرتها من الزجاجة. والآن سأتذوق. هذا طعم مذهل. أتعلمي ماذا؟ لدي فكرة. دعينا نخلط حلوياتنا معا ونأكلها معا. لا مانع لدي. حسنا، هيا بنا. هذا يبدو لذيذ للغاية. أعتقد هذا يكفي. الآن أخلطهم معا وأتذوق. نعم، الطعم لذيذ، بالتأكيد سيعجبك. ممتاز، ولدي عيدان أيضا، هيا بنا نتذوق. كانت فكرة ممتازة، هيا صديقتي لنأكل معا. هذا لذيذ. سأعود وأختار من ستكون الأولى. إنها أنت، هيا افتحي. حسنا، لنرى. إنه مسدس، لا أعرف ماذا أفعل معه. سأحاول الضغط على الزر هنا. يا لها من حركة. هناك مصاصة مخبأة. استسلمي وارفعي يديك. هناك مصاصة، سأتذوق. هاي، لا تفعلي ذلك. حسنا، أمسكي. مرة أخرى صدقتي. كم أنت ساذجة. أنا سأتذوق المصاصة بنفسي. لا تستائي، لديك طبقك الخاص. حسنا، سأفتح. واو، لدي شيبس أسود. لم أرى مثل هذا الشيبس في حياتي. إنه أنيق للغاية وغير عادي. ومذاقه طيب جدا. هل تريدي حركة سحرية؟ انظري كيف أستطيع. أمسكتهم كلهم. لكنني نسيت أمر العلبة. هذا مضحك. يا إلهي. أي، هيا لنهرب. لنلحق بهم.